اهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في اللقاء الاول لكوادر شباب جامعه الازهر. المشروع الوطني للقراءه الذي تقدمه مؤسسه البحث العلمي هو مشروع يستهدف ابناء مصر. الهدف من المشروع ان يحولك من مجرد قارئ الى كاتب مبدع. المشروع الوطني للقراءة الذي تقيمه مؤسسة البحث العلمي هو مشروع العصر، لأن أي دولة لا يمكن أن تنهض إلا بالعلم، ولا يمكن أن يكون العلم إلا بالقراءة. ولذلك أنا أحث شباب الجامعة على المشاركة في هذا المشروع. أنا حضرت الملتقى الأول للكوادر الطلابية، كان في مشروع الوطني للقراءة. الحقيقة إحنا كنا سامعين عنه السنة اللي فاتت، شفنا إن في ناس فعلاً قدرت تخلص 30 كتاب وكسبت فعلاً، فكلنا تحمسنا واستفدنا النهاردة جداً. قررت إن أنا إن شاء الله يعني أشارك في المشروع. حقيقة كان الشعور ممزوجاً بالفخر ونحن نجني ثمرة هذا الجهد وهذا المشروع العظيم. الحمد لله أننا ألقينا يعني للطلاب بياناً كافياً شافياً حول المشروع وآلية التسجيل وآلية التحكيم وآلية اختيار الكتب، والحمد لله تحقق اليوم بكامل النجاح، وندعو الله سبحانه وتعالى التوفيق دائماً للمشروع وللقائمين عليه. مصر بألوان المعرفة.